تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، نرحب بتواصلكم معنا ونرحب بمشاركاتكم واقتراحاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا أرحب بفريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، الإعداد حسني البلاونة، ومخرجنا المتألق وائل قواسمة، وأنا من أمام الميكروفون عبد الله جمعة. وصبح عليكم جميعا صباح الخير والسعادة. مستمعين الأعزاء، أول فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي والسوشيال ميديا. وصباح الخير أستاذة أسماء. خير أستاذة أسماء، صباحكم الله بالنور والتروف يا عبد الله، عليك وعلى كل المستمعين إذا عفت نورتي. يا صباح النور والسعادة والإيجابية. ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء اللي نحن أمس كنا نأكد عليها، لأنه صار بعض الاستفسارات والأشياء اللي تصل لقنوات التواصل الاجتماعي لما يقولون لنا إنه يعني هل نطلع، هل نروح، هل نسوي، نتمنى إنهم يرجعون يشوفون القوانين من أول وجديد، ويبدون يشوفون إنه يعني المفروض إن ما التجمعات ما تكون أكثر من 5 أشخاص. نحن حطينا بعض الإرشادات بخصوص تخفيف الحافة جزئيا، لا يعني إن الحياة عادت إلى طبيعتها بالشكل الكامل. فنتمنى من الجميع إن مثلا يلتزمون، إذا حد عنده أي استشارة طبية محتاج أي استشارة طبية ممكن يتواصل أيضا معنا على خدمة طبيبة المواطن، مو شرط يتواصل على 8342، يكفي إنه يكون عندهم توظيف هيئة الصحة بالبيت وإنه يأخذ موعد عن طريقه. الخدمة هاي أيضا تصل الدول المناطق. من ضمن الأشياء أيضا نحن نحب نأكد عليها في قنوات التواصل الاجتماعي، إن هناك نحن عندنا فقرة يوميا نحطها قريب المغرب، اللي هي افعل أو لا تفعل. يوميا نحط بعض الممارسات الصحيحة والخاطئة عن الأشياء اللي نحن نسويها يوميا. فهاي من ضمن الأشياء اللي نحطها في قنوات التواصل الاجتماعي، وهي بشكل مستمر نصائح يومية. فنتمنى من الجميع أن يتابعنا عشان يفيدنا هاي النصائح، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أستاذة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعين الأعزاء، قبل لا نطلع فاصل عندنا فقرة السوشيال ميديا، وموضوعنا اليوم بيكون عن احمي نفسك من عسر الهضم خلال شهر رمضان المبارك، وبتكون معنا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة الخروصي. مستمعين الأعزاء، خلكم ويانا وبنعرف أكثر عن السلوكيات الصحيحة بخصوص موضوع عسر الهضم. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نحب نذكركم مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل معنا على 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، خلنا ناخذ يعني أهم مواضيع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. البدانة تضاعف خطر السكري 6 مرات. قالت دراسة أجريت في جامعة كوبنهانج بالدنمارك
أن البدانة تضاعف احتمال الإصابة بالسكري 6 مرات. وتؤكد أيضا هذه النتائج أهمية ضبط الوزن في الوقاية من تطور مرض السكري حتى مع وجود عوامل وراثية تزيد احتمال الإصابة بالمرض. ويعتبر السكري مستمعين الأعزاء من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا في العصر الحديث، وهو مرتبط بنمط الحياة الذي يميل إلى الجلوس وتناول الكثير من الدهون والكربوهيدرات، ويلعب أيضا التقدم في السن دورا في زيادة احتمال الإصابة بداء السكري. ولكن مع انتشار الأكلات السريعة والأطعمة الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات والدهون، ونمط الحياة الذي يعتمد على الجلوس أمام الشاشات ساعات طويلة، تزداد حالات الإصابة بالسكري بين فئات عمرية أصغر من المتوقع. ويعتبر ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم من عوامل الخطورة للإصابة أيضا بداء السكري. واعتبرت الدراسة أن التخسيس أو ضبط الوزن إحدى الإجراءات الفعالة للسيطرة على كل هذه المشاكل الصحية وإبطاء تطور مرض السكري. مستمعين الأعزاء، فقرتنا الثانية مع احمي نفسك من عسر الهضم خلال شهر رمضان المبارك مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة الخروصي. أستاذة فاطمة، صبحت الله بالخير والنور والعافية. الله صبحك بالنور سور أخويك. نحن طبعا أستاذة فاطمة، يعني العنوان الموضوع اليوم جيد، وأنا متأكد أن هناك في سلوكيات وفي طرق معينة صحية المفروض أن نحن نمارسها خلال شهر رمضان المبارك، لأن مثل ما تعرفين ومثل ما يعرفون مستمعين الأعزاء بأن شهر رمضان المبارك وفترة الفطور إلى السحور هناك كثير من السلوكيات والعادات قد تكون مرات يعني غير صحيحة وغير صحية أيضا. فحابين نسمع أستاذة فاطمة منك أكثر، ما هو المقصود بأن الواحد كيف يحمي نفسه من عسر الهضم خلال شهر رمضان المبارك؟ صحيح، بالنسبة للأشخاص اللي مثلا احنا عارفين ان الضغط على الجهاز الهضمي خاصة فترة رمضان يكون أكثر نتيجة بعض الممارسات الغذائية الخاطئة، يعني نحن نقصد فيها الخاطئة اللي هم مثلا تناولهم أو سرعة تناولهم الطعام بطريقة أسرع، خاصة بعد قضاء يوم كامل من الجوع والعطش، بتلاقي الإنسان على وجبة الفطور يكون سريع في تناول الطعام، وبالتالي المضغ عنده يكون غير صحيح، فتحصل له بعض المشاكل خاصة بعد إذا كانت الوجبات تحتوي على أطعمة مقلية أو دهنية أو مشروبات سكرية، فكل هذه تسبب ضغط على الجهاز الهضمي، وبالتالي يؤدي إلى إصابة مثلا ببعض عدم الراحة في الجهاز الهضمي مثل تجشؤ، الانتفاخ، الارتجاع الحمضي أو عسر الهضم أو أي مشاكل مثل الحموضة، هاي بعد سبب من الأسباب اللي تخليهم ممكن يقطعوا على الجهاز الهضمي. نعم. عندك بعض الأشياء اللي هي ممكن مسببات أو أعراض، أحيانا يقول أنا أوكي أنا عندي عسر هضم بس مش فاهم هو عسر الهضم شو هي الأعراض، أو في مثلا حاط في باله عرض معين لكن يطلع مش سبب من هالأسباب. احنا نذكر احنا ان الأعراض ممكن تكون آلام في الجزء العلوي من المعدة أو الحموضة نسميها، ممكن تكون النفخة أو الغازات، ممكن يكون الغثيان، ممكن يكون إحساس أو الحساسية من أطعمة معينة نتيجة كميات كبيرة من الأطعمة خذاها خلال فترة وجبة الفطور، ولو أنها متناقة لكن محتوية على كميات كبيرة من المقلي لمشوي لخضروات لعصائر يعني حلويات في نفس الوقت، فهي سبب بعد من الأسباب. أحيانا يكون سبب ثاني ممكن يكون أطعمة تكون معتمدة على اللي هو الخبز الأبيض والرز الأبيض وخالية من الألياف أو الخبز الأسمر مثلا أو الخضروات. نعم. في أطعمة ثانية ممكن الشخص يكون تناول أطعمة حارة مثل أو التوابل أو الفلفل المخللات، هاي أحيانا سبب من الأسباب اللي تسبب الحموضة وتسبب عدم راحة في الجهاز الهضمي. عندك استخدامنا لما الكافيين أو المشروبات الغازية في الوجبة نفسها سواء كان فطور أو السحور، فنلاقي الشخص بعد يعني وجبة يقول أنا حاطة في بالي شربت مشروبات غازية للهضم،
وبالعكس المشروبات الغازيه فيها مواد الكافيين او القهوه والشاي على طول بعد الوجبه تسبب بعد في مشكله في حموضه المعده وتؤدي الى تثبيط عمل الهرمونات او الاحماض الموجوده اللي تساعد على الهضم. نعم أستاذة فاطمة، يعني نحن طبعا تكلمنا في الحلقات الثانية أيضا عن موضوع يعني الغذاء أو الفطور الصحي المتوازن، وأنت ذكرتي بأن لا بد أن هناك يكون أيضا يعني الفطور يكون صحي ويكون متوازن على أساس أن الجسم يستفيد من الأغذية اللي يأخذها. ودائما نحن أختي فاطمة أيضا نذكر المستمعين الأعزاء بأن ضرورة يعني الحرص بأن الوجبة أو الصحن يكون صحي والصحن متوازن، بحيث أن يكون فيه كل العناصر الغذائية، لأن نحن اليوم المفروض أن يكون عندنا الجهاز المناعي قوي، وأيضا يكون مناعة الجسم قوية على أساس أن نكون يعني في صحة جيدة، وبالأخص في الفترة الحالية لأن مناعة الجسم ضرورية جدا، والجهاز المناعي مفروض أن يكون أيضا يعني قوي. أستاذة فاطمة، لو تحدثينا شوية بخصوص موضوع يعني أنت تفضلتي بأن أنا كيف أحمي نفسي من عسر الهضم خلال شهر رمضان، وكيف نربطها مع التغذية المتوازنة سواء على الفطور أو حتى على السحور؟ صحيح أستاذ عبد الله، حتى أنت تناولت أن الشخص اللي يكون جهاز المناعي قوي يكون إذا كان جهاز الهضمي بعد قوي أكيد بتكون مناعته قوية. نعم. طبعا احنا عشان نتدرج في البداية كشخص يعني بيبتدي مثلا الفطور بطريقة صحية، اول شيء يبتدي كمية بسيطة من تمر مع الماء، والتمر احنا نقصد ممكن تكون فردة تمرة او 3 فردات في نفس الوقت مع اذا كان ويا الماء، فهذا يعطيه فرصة للجهاز الهضمي انه يستعد. في نفس الوقت في هرمون، هذا الهرمون يبتدي ينفرز في جسم الإنسان بحيث أنه يهيئ الجسم لاستقبال الأطعمة الثانية بدون أي مشاكل مرضية. وفي نفس الوقت استخدام التمر والماء أيضا يساعدني من الوقاية من الإمساك، للناس اللي يعانون من الإمساك. والشيء الثاني نبتدي بعد مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة للوجبة الأساسية اللي هي وجبة الفطور، ولازم تكون محتواها من الفاكهة موجود أو الخضروات السلطات الورقية سواء كانت على شكل سلطة أو شوربة، أو عندنا ممكن نكون الخضروات اللي هي المسلوقة بشكل شوربة أو خضار مطبوخة مع الأكل. إذا كان محتوى وجبتي فيها خضار وفاكهة مع نوع معين من النشويات، إحنا نقصد فيها الخبز أو العيش أو المعكرونة، بس بتكون كمية بسيطة ما تكون كمية كبيرة بحيث أن أنا أجهد المعدة. صحيح. نفس الوقت كف الإيد نوع من البروتين، نصف كف الإيد نوع من أي نوع من البروتين، هاي كوجبة رئيسية من الإفطار تكون خفيفة. وفي نفس الوقت الأطعمة الثانية اللي أنا المفروض أنا محضر لنا للفطور والمفروض أن أنا أكلها في هاليوم، أفضل أن أدرج فيها، يعني بعد ساعة أو ساعتين أبتدي أنا أكل كميات بسيطة بحيث أن أنا طول فترة الفطور أو بعد الفطور أبتدي أكل وجبات بشكل مرتبة، وشكل مثلا ما تكون في وقت معين، تكون في بالتدرج. الشيء الثاني، في من الناس يمارسون الرياضة بعد الوجبة مباشرة، وهاي من الأخطاء اللي تصير، ممكن تسبب توعك أو مثلا نوع من أنواع عدم الراحة في الجهاز الهضمي، التعب والإرهاق. فيفضل ممارسة الرياضة قبل الإفطار ساعة أو بعد الإفطار ساعتين أو ساعة، بحيث أن أنا أتجنب حدوث أي مشاكل للجهاز الهضمي. اللي في بعض الناس مثلا تجنب النوم بعد الإفطار مباشرة، لأن هذا النوم خاصة إذا كانوا ماخذين أطعمة فيها أطعمة الدسمة أو الدهنية تزيد من الخمول والكسل. فوجبة الفطور هي نفسها ممكن تتكرر وجبة السحور، لأن بتكون فيها مغذيات أساسية من بروتين وكربوهيدرات، وعندك اللي هو الخضروات والفاكهة. بين هالوجبتين يفضل تكون الساعة 10 بعد صلاة التراويح وجبة بعد خفيفة تكون محتواها من الفاكهة أفضل ما يكون محتواها من السكريات، خاصة الأشخاص اللي عندهم سكر أو الأشخاص اللي عندهم زيادة الوزن وخايفين تزيد أوزانهم خلال فترة شهر رمضان الكريم. وفي نفس الوقت للناس اللي يبغون يحافظون على أوزانهم بطريقة صحية، استخدامنا لبعض الأطعمة أو المشروبات إذا كان الشخص مثلا سوى هذا الشيء لكن طبيعة مثلا نوع من طبيعة أكله في نوع من البهارات أو نوع من المشروبات الغازية تحضرت وخذ منها أو أطعمة مقلية، ففي علاج بسيط ممكن الشخص
يتناوله ايضا، مثل الشاي بالنعناع بدل ما نشرب الشاي بالكافيين او الشاي الاحمر على طول، ممكن اشرب الشاي بالنعناع، ممكن اشرب مثلا الشبيه مع الليمون، نتساعد على يعني تهدئه المعده بشكل افضل، عندك تناول الطعام بشكل افضل، نتجنب المشروبات والسكريات اللي هي الغازيه في خلال هاي فتره الافطار او بعد الافطار. في نعم عندك بعض المشروبات الثانية مثل المرقدوش، إضافة بعض الأعشاب أو الشاي الأعشاب اللي هي تساعد على تخفيف من هاي المشاكل. نعم ايضا استاذه فاطمه، نحن يعني ابا اذكر مستمعينا الاعزاء، وايضا انت يعني تعطينا نصائح بخصوص موضوع اهميه شرب الماء، يعني شرب الماء خلال يعني من الافطار الى يعني السحور ضروري جدا، وايضا تجنب مستمعينا الاعزاء شرب العصائر، والعصائر اللي بالاخص اللي فيها الالوان لانها مضره للكلى. فاستاذه فاطمه لو يعني نتحدث معاك عن اهميه شرب الماء وكميه الماء اللي مفروض ان نحن ناخذها من الافطار الى السحور، وما هو ضرر يعني المشروبات سواء كانت يعني غازيه او عصائر فيها اصباغ او حتى عصائر طبيعيه اللي فيها نسبه السكريات مرتفعه. بالنسبة للماي، أول شيء إذا بنشرب نشرب تدريجيا. كيف تدريجيا؟ يعني نتجنب شرب الماي بعد الإفطار مباشرة، لكن ممكن تشرب كوب واحد من الماي خلال تناولك للطعام وهذا أفضل، فهذا ضروري أصلا لعملية الهضم. والشيء الثاني، بعد مثلا ساعة أو ساعتين من تناولنا للفطور، نبتدي إحنا نتدرج بشرب الماي ما بين 7 أكواب لثمان أكواب لين فترة قبل السحور. أنا أقدر أشرب الأكواب هذه كل نص ساعة كل ساعة يفضل. أما بعد شربي يعني شربي للماء بعد الإفطار مباشرة ما أفضل، لأنه يسبب عسر هضم. نعم. خلال فترة بس الإفطار إحنا نشرب كوب واحد. في من الناس مثلا عشان بس ما يعني يتعرضون للحموضة، ممكن شربهم لكوب الحليب بعد الإفطار إذا كانوا ما عندهم مشاكل أو حساسين للحليب، ممكن يشربونه لأنه بتسوي لهم طبقة، هاي الطبقة تغطي بطانة المعدة بحيث أنها يعني تقي من الحموضة اللي أو الارتجاع اللي بيستوي له من بعد الفطور. صحيح. بالنسبة للمشروبات الغازية، دائما احنا نذكرها إذا كان أنا مثلا أشرب المشروبات الغازية بكثرة، أحاول أخففها قد ما أقدر، وفي نفس الوقت تكون كعادة، ان هذه لانها عاده خاطئه سواء كانت مع الوجبات او بين الوجبات، لانها بتزيد من مثل ما قلنا احنا بتزيد من الوزن. اذا كان الشخص عنده سكر ممكن ترفع السكر عنده، تسبب الخمول بعد تعيق ايضا من تعيق من الهضم او عمليات الهضم اللي تصير للشخص، فهي ممكن المشروبات الغازيه تعيق هذا الشيء. لكن اذا حب الانسان ممكن يشرب هالاشياء، يفضل ما يشربها خاصه مع الوجبة أو وجبة الفطور أو وجبة السحور. نعم. وأيضا يعني أستاذة فاطمة، جانب مهم جدا وأنت ذكرتي خلال يعني حديثك بأن الإنسان لابد أن يوازن، التوازن ضروري جدا في كل شيء وبالأخص في الوجبات وتعديل الصحن اليومي بحيث أنه يكون مقسم بشكل صحي وبشكل أيضا سليم. ومستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأستاذة فاطمة الخروصي بأن يعني أهمية شرب الماء خلال فترة شهر رمضان المبارك اللي هو من الفطور إلى السحور مهم جدا، وذلك لتنشيط الكلى. أيضا فاطمة الخروصي أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك الصراحة ما قصرتي، وشكرا على معلوماتك الجيدة. شكرا، الله يخليك، شكرا، مع السلامة. الله يحييك. مستمعينا الاعزاء، قبل لا نطلع الفاصل بتكون معنا الدكتوره هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئه الصحه بدبي، وبنتحدث معاها عن ارشادات الوقايه في الاماكن والمواصلات العامه. ومثل ما تعرفون مستمعينا الاعزاء ان مؤخرا اتخذت الجهات المعنيه في الدوله قرارا بفتح الأسواق والمراكز التجارية ضمن عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية. بنعرف أكثر عن هذه المواضيع مع الدكتورة هند، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة،
مستمعينا الاعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامجكم الاذاعي اليومي صحه وسعاده، ونرحب بكل من انضم الينا. برنامج صحه وسعاده تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام عبر اثير اذاعه نور دبي. وايضا اذكركم مستمعينا الاعزاء التواصل معنا على الارقام 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. اتخذت الجهات المعنية في الدولة مؤخرا قرارا بفتح الأسواق والمراكز التجارية ضمن عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية التي تضمن استمرار الأعمال وفق أعلى المعايير الصحية التي تشمل التباعد الجسدي والتعقيم المستمر للمنشآت التجارية وغيرها من المعايير التي تحول دون تفشي فيروس كورونا. ومع هذا القرار لابد من رفع الوعي والتثقيف الصحي للجمهور بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها أثناء عملية التسوق والتواجد في الأماكن والمواصلات العامة لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد. مستمعينا الأعزاء، للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير لجميع المستمعين ولك أستاذ عبد الله. صباح النور والسعادة دكتورة. طبعا يعني هناك طبعا الدولة أو الجهات المعنية أخذت يعني مؤخرا بعض القرارات بفتح الأسواق دكتورة والمراكز التجارية ضمن يعني عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية، ولكن جهودكم أنتم ما شاء الله بخصوص موضوع التوعية مهمة أيضا، بأن حتى لو تم يعني افتتاح هاي الأشياء لابد أن الإنسان ياخذ احتياطات الكاملة. وأنت دكتورة شخصيا ذكرتي في حلقات كثيرة أن هناك إجراءات وقائية واحترازية لابد أن الإنسان يأخذها يعني أثناء وجوده في البيت وخروجه وأيضا رجوعه من البيت. حابين نسمع أكثر منك دكتورة، يعني تحدث البداية عن أهم الإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها في أماكن التسوق قبل الخروج وأثناء التواجد في مركز التسوق وأيضا بعد العودة إلى المنزل. طبعا هذه الإجراءات وتخفيف القيود اللي صارت على الحركة لها طبعا عدة استثناءات أستاذ عبد الله. من الاستثناءات اللي صارت أن صحيح أن مرافق المركز التجاري مفتوحة، لكن بعضها ما راح تكون مفتوحة كغرف التبديل وغرف الصلاة، أماكن ترفيه العائلة والأطفال أيضا ستكون مغلقة، صالات الألعاب ودور السينما، هذه جميع المرافق لن ما راح يفتحونها في خلال هذه الفترة. وبعد في إجراء جدا مهم أن العدد المسموح له في المركز التجاري في مراكز التسوق لن يتجاوز 30% من القدرة الاستيعابية لهذا المركز. طبعا في بعض النصائح احنا نقدر ننصح فيها الشخص نفسه، وفي بعض النصائح بعد احنا نحاول نذكر فيها اصحاب هذه المراكز التسوق. بعض النصائح اللي احنا نقدر فيه ننصح الناس انه طبعا صحيح ان قيود الحركه خفت، لكن هذا لا يعني انك انت تخرج بدون ضروره، ما زال الخروج من المنزل هي للضروره، وعليك أن تلتزم بجميع قواعد الخروج من المنزل، أنك أنت ترتدي الكمامات بالطريقة الصحيحة، القفازات بطريقة صحيحة، تلتزم بالعدد المناسب من الأشخاص اللي يخرجون معك، وأيضا أعمار هؤلاء الأشخاص، لأن إحنا نعرف أن المراكز التسوق لن تسمح بدخول الأطفال أقل من 12 سنة وكبار السن اللي يكبرون عن 60 سنة. طبعا إحنا دائما نذكر الشخص أن إذا أنت عليك أي أعراض كحمى أي أعراض تنفسية طبعا هني أنت لازم ما تخرج وتلتزم في منزلك إلي ما أنت أعراضك هذه تروح. ولما أنت تكون في مركز التسوق ضروري جدا أنك أنت تحافظ على تباعدك الجسدي بينك وبين الأشخاص المتواجدين معك.
مسافة لا تقل عن مترين. تلبس كمامتك، لازم أنت تعرف شو هي الطريقة الصحيحة أنك تلبس كمامتك بعد. وأنت في المركز تحاول تتجنب تلمس الأسطح، وبعدين تلمس فيها وجهك. تذكر نفسك دائما أن أنت لازم تعقم يديك دائما باستمرار بطريقة صحيحة. لما أنت تبي تشتري غرض معين، دائما احنا نفضل انك انت تستعمل بطاقتك البنكيه بدل من التعامل مع الاوراق النقديه. صحيح. طبعا احنا ننصح ان ما تحاولون تجربون. احنا نعرف الناس لما تحب تشتري غرض معين تحب تجرب هاي الاشياء، فاحنا نقول في هذه الفتره حاولوا ما تجربون الملابس، ما تجربون الاحذيه، هذه مساحيق التجميليه، الكريمات التجميليه، هذه بعد احنا ننصح الاشخاص ان ما يجربونها على نفسهم عشان بيكون في خطر للمسهم لاسطح غير معقمه. ايضا ما يجربون العطور وهذه الاشياء، يعني تاخذ غرضك اللي تحتاجه، انت تعرف شو الشيء اللي انت تحتاجه وتاخذه على طول بدون ما تروح في البروسيس اللي احنا كنا نسويه في السابق. بعد لما انت توصل لمواقف السيارات، انت تتاكد ان بينك وبين السياره الثانيه مسافه كافيه ومسافه امنه. بعد احنا ما ننسى هذا الشيء جدا مهم. في بعض النصائح اللي احنا ننصح فيه اصحاب مراكز التسوق هذه، ان لازم يكون في مسح حراري للموظفين ولي ايضا للمتسوقين اذا كان هذا شيء ممكن. لكن للموظفين وجميع العاملين في المركز احنا دائما ننصح اصحاب المراكز هذه ان يتاكدون ان هذا الموظف لا يشكو من اي اعراض تنفسيه. صحيح. يتاكدون انه لا يعاني من اي حمى، وايضا يتاكدون ان هذا الموظف ملم بجميع الاجراءات الاحترازيه والوقائيه اللي لازم هو يعرفها عشان يحمي نفسه ويحمي المتسوقين القادمين لهذا المركز. لازم المرافق هذه كلها تعقم بشكل مكثف ودوري. ما نتهاون احنا في نقطة تعقيم الأماكن هذه. المركز أيضا لازم يوفر غرفة منعزلة إذا لا سمح الله اشتبهت حالة بإصابتها، يأخذون لهذه الغرفة لحين وصول الفريق الطبي. بعد لازم يلتزم أيضا بوضع الإرشادات التثقيفية في أماكن واضحة للمتسوقين، حتى الاستكارات هذه اللي تذكر الشخص أنه يلتزم بالتباعد الجسدي بينه وبين المتسوقين هذه جدا مهمة. أيضا يجب أن يذكر أصحاب المحلات أن في عدد مسموح معين فقط لدخول الأشخاص لهذا المحل، عشان إحنا نمنع تكدسهم في مكان واحد وتجمعهم في محل واحد. لازم يكون في عدد معين يدخلون فيه الأشخاص، وبعدين يكون في شخص يمنع دخول باقي الأشخاص إلين ما الثانيين يخلصون غرضهم ويطلعون من المحل. احنا بهذه الطريقة نحافظ على التباعد الجسدي ونحافظ على نمنع تكدس الأشخاص في مكان معين. أيضا نحاول نذكرهم أن يذكرون الناس أن لازم أنتم تستعملون بطاقتكم الائتمانية بدل ما تتعاملون مع الكاش. وأيضا الفالي باركينج هذه أيضا المفروض تلغى من هذه خدمة صف السيارات، هذه لازم تلغى في المراكز التسوق أيضا. نعم دكتورة، يعني خلنا نحن أيضا نتحدث معك بعد ما تم موضوع التسوق، الرجوع إلى المنزل، كيف الآلية اللي تم فيها تعقيم الأغراض هاي، وكيف يعني نحاول بأن الشخص يكون يعني متأكد أن جميع الأغراض هاي تم تعقيمها بالشكل الصحيح قبل لأنه يستخدمها؟ طبعا لما أنت ترجع من البيت لازم تتأكد أن الثياب اللي أنت كنت لابسينها هذه على طول تخلعها وتحطها في سلة الثياب المتسخة للغسيل المباشر. الحذاء اللي أنت لابسينه تحطه في مكان معين، ويفضل أن أنت هذا الحذاء ما تدخله للمنزل قبل ما تباشر في تعقيم هذا الحذاء. أيضا تحطه في مكان معين عشان يعقم. على طول لما توصل للبيت تحط الأغراض اللي أنت شارنها على جنب.
تتأكد إن تطلع غرض غرض وتحاول تعقم. إذا كانت مثل الملابس فإحنا إحنا ننصحكم إنكم تغسلون هذه الملابس بطريقة معينة في درجة حرارة لازم تكون شوية عالية، بس أنتوا لازم تتأكدون في نفس الوقت إن درجة الحرارة هذه ما راح تضر في الثياب. تتأكدون إنها مغسولة ومنشورة تحت أشعة الشمس عشان إحنا نضمن إن هذه الثياب تكون نظيفة. إذا كانت أغراض أخرى إحنا نعقمها مثل ما نعقم جميع الأشياء اللي توصلنا للمنزل. إحنا نعقم كل غرض بمعقم بمحلول كحولي، وبعدين إحنا كنفسنا كأشخاص نتأكد إن لما نوصل البيت نتجنب إن إحنا مثل ما نعرف الأطفال إذا كان عندهم أطفال يحبون إنهم يحتضنون أهاليهم لما يوصلون للمنزل. صحيح. إحنا طبعا هذه إحنا ننصحهم أن يأجلون احتضانهم أو سلامهم لأي شخص موجود في المنزل لغاية ما هم يغسلون أيديهم، أو حتى إحنا نفضل أنهم يأخذون شاور على السريع عشان يضمنون أنهم ما صاروا نظيفين، وحين بعد ما يتأكدون أنهم غسلوا أيديهم بالطريقة الصحيحة، غسلوا وجههم بالطريقة الصحيحة، بعدين هم يباشرون في الأشياء المعتادة في المنزل، يحتضنون أطفالهم أو يقبلونهم. يعني هذه الإجراءات بشكل مبسط. نعم. اللي احنا ننصح فيه الناس يسوونها لما يرجعون للمنزل. نعم دكتورة، طبعا أنت من خلال حديثك دائما كنت تنصحين أن يعني المفروض أن الواحد يعني إذا بيطلع برا البيت سواء لمشتريات الغذائية أو أماكن عامة أو حتى المراكز التسوق، يعني مفروض أنه ما يأخذ معه الأطفال أو الأشخاص اللي هم كبار السن. إذا يعني مثلا في حال اضطر الشخص أنه يأخذ معه طفل أو أحد كبار السن، شو هي الدكتورة التدابير المعنية عند اصطحاب الأطفال أو كبار السن إلى الأماكن العامة؟ طبعا المراكز التسوق حسب القوانين الجديدة ما راح تسمح بدخولهم أستاذ عبدالله. نعم. ولكن في حالة الضرورة للأماكن الأخرى إحنا الإجراءات الاحترازية هي نفسها الإجراءات الاحترازية لجميع الأشخاص، لكن مثلا للأطفال إحنا نحاول أن نوضح لهم بطريقة مبسطة. نحاول أن الكمام يمكن شوية يكون كبير على وجههم، فإحنا نحاول أن نصغر الكمام بطريقة معينة أن يناسب وجههم لما هم يلبسونه. دائما نذكر الأطفال لا تلمس الأسطح، حاول دائما أنك أنت تنظف إيدك بالمعقم الكحولي أو تغسل إيدك بالمعقم، حاول أنك ما تقترب من الأشخاص، تحافظ على مسافة بينك وبين الأشخاص الآخرين المتواجدين في المكان. نشرح لهم بطريقة أن الطفل يستوعبها. أما لكبار السن فإحنا بعد إحنا نفضل أنهم ما يخرجون، لأنهم يعتبرون من أصحاب الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات هذا المرض، فإحنا نحاول قدر الإمكان أن نجنب ذهابهم لهذه الأماكن، لكن في حال الاضطرار يلتزمون بارتدائهم للكمام والقفاز، يحافظون على مسافة كافية، لأن إحنا نعرف هذا الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ، فأنت إذا حافظت على مسافة كافية بينك وبين الشخص الآخر أنت بهذه الطريقة تحمي نفسك بنسبة جدا كبيرة، فما بالك إذا أنت بعد حافظت على نظافة يدينك بعد أنت بهذه الطريقة، يعني تحاول أن تحمي نفسك بطرق جدا بسيطة وممكنة أيضا. نعم أيضا دكتورة، من الاحتياطات المهمة اللي يجب على يعني مستمعين الأعزاء اتخاذها في استخدام المواصلات العامة، لو نتحدث دكتورة معاك في هذا الموضوع سواء التاكسي أو الحافلات أو حتى المترو، يعني ما هي الاحتياطات اللي مفروض أن نحن نحطها بعين الاعتبار في حال استخدام المواصلات العامة؟ طبعا الحين مثل ما نعرف ان فتحت استخدام المركبات النقل هذه العامه هذه، بس بعد ان القوانين تقول ان راح يستقبلون عدد معين من الاشخاص لاستعماله، مثلا المترو لا ما راح يدخل عدد، يعني راح يدخلون عدد معين من الاشخاص ولن يتجاوز هذا العدد. وايضا يعني المنشأة نفسها راح تتأكد أن الأشخاص يلتزمون بالقواعد الإرشادية كلها. صاحب المنشأة عليه أيضا أن يتأكد
ان في تباعد جسدي بين الركاب بوضعه للاستكارات، بوضعه للمنشورات التثقيفيه تكون واضحه للمتسوقين. ايضا انه لازم يسوي دورات توعيه للعاملين في هذه المنشاه، يذكرهم شو هو المرض، كيف ينتقل، احنا شو لازم نسوي من اجراءات نحافظ فيها على نفسنا احنا كاصحاب منشاه، وايضا على الراكبين اللي راح يستخدمون هذه النقل العام. طبعا جدا مهم انهم يلتزمون بلبس الكمامات في جميع الاوقات، يحافظون على التباعد الجسدي بينهم وبين زملائهم في العمل وبينهم وبين الراكبين ايضا. ننصح اصحاب المنشآت ان يزيلون كراسي الانتظار في الممرات عشان احنا نتجنب انتظار الاشخاص وتجمعهم في اماكن معينه. المعقمات لازم تكون موجوده في كل في كل انحاء المنشأة عشان الشخص يقدر يستعملها متى ما حس انه هو يبي يعقم ايده. العاملين يجب أن يتأكدون من سلامتهم من أي أعراض، وأيضا قياس درجة حرارتهم. أيضا ننصح الأشخاص اللي يستعملون مراكب النقل العام هذه أنهم أيضا يذكرون نفسهم أن التباعد الجسدي جدا مهم، وهو يمكن شوية صعب في مركبات النقل العام، ولكن إذا أنت شفت أن هذه المركبة ممتلئة بالناس فإحنا ننصحك أنك أنت ما تركب هذه المركبة وتنتظر اللي بعدها. إذا حسيت أن في شخص ثاني قريب منك أنك أنت تذكره أن حافظ على التباعد الجسدي لو سمحت بيني وبينك عشان الحماية، ترتدي كمامك طوال الوقت بطريقة صحيحة أيضاً، لأن أنا دائماً في كل محادثاتي أذكركم أنكم لازم تعرفون الطريقة الصحيحة في ارتدائكم لهذا الكمام. نعم يعني مش أن أنت لابس وفقط، فأنت ساعات تكون لابس وأنت ما لابسه بطريقة صحيحة فكأنما من الفائدة، فأنت لازم تعرف كيف تلبس الكمام بطريقة صحيحة، أنت لازم تعرف شو هي الطريقة الصحيحة في غسل يدينك. هي طرق جداً بسيطة ولكنها فعالة في حفاظ على صحة الشخص. نعم. إذا أنت بتركب سيارة الأجرة، طبعا العدد المسموح لسيارات الأجرة حسب القوانين هي شخصين فقط. إذا أنت ركبت مع زميل لك، أنتوا تحافظون على مسافة كافية بينك وبين الزميل، أنك تخلي كرسي اللي في النص فاضي وما تقعدون جنب بعض. صحيح. إذا حسيت أن سائق المركبة هذا تظهر عليه أعراض أو شكله تعبان، فأنت أنت ترفض ركوبك لهذه المركبة وتقول له أن أنا أشوف أن أنت عندك أعراض، فأنا أفضل أنك أنت تروح تفحص نفسك أو تتأكد أنك أنت سليم وما فيك شيء. وأيضا بعد إحنا ننصح أنكم أيضا بلغوا المسؤولين أيضا عن الأشخاص هؤلاء عشان زيادة في الإحتياطات الوقائية أيضا. نعم دكتورة، أيضا موضوع يعني نحن مرات يعني نغفل بأن يعني في حالة استخدامنا السيارة الخاصة نقول إن هاي سيارتي أنا الخاصة وما حد يركبها واستخدمها بشكل شخصي، بس أكيد دكتورة مثل ما أنت تعرفين إن هناك في بعض التدابير المعنية يجب اتخاذها. لو تحدثينا عن يعني استخدام السيارة الخاصة، هل هناك تدابير معينة يجب اتخاذها؟ طبعا استعمالنا لمركباتنا الخاصة هذه احنا شوية راح نقلل من فكرة ان احنا نختلط مع الاشخاص وحتى نحافظ على تباعدنا الجسدي، ولكن في نفس الوقت انت لما تركب مركبتك لازم تتأكد ان في اماكن معينة انت تحرص على تعقيمها باستمرار، لان مش يعني هذه مركبتك الخاصه يعني انك تهمل تعقيمها وتنظيفها باستمرار، وخصوصا مقبض الباب، السكان، مغير السرعه، هذه كلها احنا ننصح الاشخاص انهم يحاولون يعقمونها بشكل دائم ومستمر. تلتزم بارتدائك لكمامك، وايضا تلتزم ان ما يتجاوز عدد الاشخاص الموجودين معك في السياره للعدد المسموح به. ولما انت توصل لمكانك اللي انت قاصد تروحه تحافظ على ايضا التباعد في مواقف السيارات بينك وبين السياره الاخرى. احنا لازم نغير في طريقه يعني في هذه الفترة احنا شوية لازم نغير من طريقة تعاملنا مع الأشياء، وأيضا دائما نذكر نفسنا التباعد حتى في مواقف السيارات، التباعد حتى في أماكن العمل، التباعد حتى في جميع الأماكن. وبهذه الطريقة احنا نحاول نحافظ على سلامتنا في كل الأوقات. نعم
دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند، شكرا لك، شكرا جزيلا يعني معلوماتك الطيبة، وشكر خاص لك ولفريق عملك المبدع الحقيقي، العمل الجبار اللي تسوونه بخصوص تثقيف أفراد المجتمع عن الكورونا فيروس وعن الإجراءات الوقائية والاحترازية. شكرا لك دكتورة. يعطيكم ألف عافية أستاذ عبد الله، ودمتم بصحة وسلامة. دمتي بصحة وسعادة دكتورة، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى إن شاء الله أن حلقتنا قدمت لكم المعلومات المفيدة، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي لإيجاد مجتمع صحي وسعيد. أحب أذكركم مستمعينا الأعزاء بأن البدانة تضاعف خطر السكري 6 مرات، فلا بد بأن الإنسان يكون وزنه دائما مثالي. وما ذكرت أخصائية التغذية بأن لا بد أن نحمي أنفسنا عن عسر الهضم من خلال اتباع إجراءات صحية وسليمة، وأيضا إجراءات التدابير المعنية بخصوص الخروج من المنزل لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار مثل ما ذكرت الدكتورة هند العوضي. أذكر وأشكر فريق العمل معاي اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، الإعداد حسني البلاونة، مخرجنا المتألق دائما وائل القواسمة، وتقبلوا تحياتنا عبد الله جمعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.